مرحبا، معكم إبراهيم زوكار من علمني أب. في هذا الفيديو الجديد الذي نواصل فيه شرح برنامج الفوتوشوب للمبتدئين على أجهزة الكمبيوتر. في الدرس الماضي، هذا الدرس أو هذا الفيديو مرتبط كثيرا بالدرس الماضي، لأنه في الفيديو الماضي تعرفنا على طريقة تحديد الطبقات، واليوم سنتعرف على كيفية تحريك ونقل الطبقات. قلنا أنه يمكنك أن تحدد أي طبقة بالنقر عليها أو مجموعة. مثلا يمكن تحديد مثلا هذه المجموعة. طبعا ستستعمل هذه الأداة الموجودة هنا، الموف تول. يعني دعونا يمكن النقر على V من لوحة المفاتيح لتحديدها، ثم ستنقر لتحريك هذا الجزء كما تشاء. Ctrl Z للعودة إلى الوراء. هنا طبعا الحال حددنا مجموعة فيها طبقتين. يمكن أن تحدد مثلا طبقة واحدة، نفس الطريقة تقوم بالنقر على يسار فأرة الحاسوب ثم تقوم بالتحريك. إذا كنترول زد مرة أخرى للعودة. ثم يمكنك كذلك، مثلا لنفترض لديك هذا المشروع هنا وتريد أن تقوم بنقل طبقة من هنا إلى هذا المشروع، طبعا انقر على كنترول ثم حدد الطبقة التي تريدها، لاحظوا، أو المجموعة إلى غير ذلك. مثلا حددنا هذه الطبقة، سأنقر عليها الآن ثم سأسحب حتى يعني يتم تحديد المشروع الثاني، ثم سأقوم ب يعني رفع اليد على يسار فأرة الحاسوب وسيتم إضافة الطبقة هنا. عندما تقوم بتحويل طبقة من مشروع لمشروع، طبعا أحيانا تريد أن تكون في المركز، إذا دعونا نقوم بحذف هذه الطبقة ديليت من لوحة المفاتيح. الطريقة بسيطة، ستقرأ على كنترول. طبعا لا تنسى أنه يمكنك السحب كذلك من هنا، يعني سأنقر بالسحب من هنا ثم سأذهب فوق هذا المشروع، بعدها سأنقر على الشيفت ثم أرفع اليد وسيتم يعني وضع هذه الطبقة في الوسط. هناك كذلك بعض الطرق الأكثر دقة بالنسبة لتحريك يعني الطبقات. لنفترض مثلا، دعونا نذهب للنصوص هنا، مثلا هذا النص الموجود هنا، فيمكنك أن تحدث الطبقة بعد أن تقوم بتحديدها. يمكنك أن تستعمل الأسهم الأربعة لديكم في الكيبورد أو لوحة المفاتيح، أسهم أربعة، واحد إلى اليمين، واحد إلى اليسار، واحد نحو الأعلى، واحد نحو الأسفل. فلاحظوا إذا نقرت عليها يبدأ يعني تبدأ الطبقة بالتحرك بواحد بيكسل، يعني تتحرك فقط بواحد بيكسل، وهذا يعطيك دقة عالية بالنسبة لتموضع الأجزاء. لكن إذا كنت تريد تحويلها بسرعة، انقر في نفس الوقت على الشيفت. الشيفت هو المفتاح الموجود فوق كنترول وفيه سهم نحو الأعلى، انقر على الشيفت ثم انقر على يعني أحد أسهم، وسيتم تحويل أو نقل يعني الطبقة بشكل أسرع. الآن يتم النقل ب10 بيكسل، لاحظوا يتم الآن النقل ب10 بيكسل. بعد أن تقوم ب يعني وضع الطبقة في المكان المناسب، سترفع اليد بطبيعة الحال على شيفت وعلى الأسهم. كنترول زد للعودة إلى الوراء لإعادة الطبقة لمكانها الطبيعي. ثم لا تنسوا أنه هنا داخل يعني صندوق الطبقات يمكن أن تقوم بتحويل الطبقات. مثلا هذه الخلفية، يمكن أن أنقر عليها بيسار فأرة الحاسوب ثم سأسحب نحو الأعلى وسأضعها هنا بطبيعة الحال. يعني يتم إخفاء جميع العناصر لأن الطبقة مملوءة باللون الأبيض. سأعيدها نحو الأسفل، طبعا سأعيدها نحو الأسفل لمكانها الطبيعي. كذلك يمكنك أن تقوم بتحويل يعني طبقة داخل مجموعة، فيكفي أن تنقر على الطبقة بهذا الشكل ثم تقوم بالسحب. عندما يتم طبعا فوق الطبقة هنا، عندما يتم تحديد الطبقة بهذا الشكل أو عفوا المجموعة بهذا الشكل، ستقوم ب يعني رفع اليد على يسار فأرة الحاسوب وسيتم تحويل الطبقة داخل المجموعة. لاحظوا أن الطبقة الآن أصبحت داخل المجموعة كما تشاهدون. دعونا نعيدها إلى الأعلى بطبيعة الحال. ثم أحيانا عندما تقوم بتحويل طبقة وتريد أن تكون في الأسفل، فيمكنك أن تنقر على شيفت. مثلا أريد إضافة هذه الطبقة لهذه المجموعة ولكن أريدها في الأسفل، لأنه كما فعلت قبل قليل إذا يعني قمت بتحويلها هكذا سيتم وضعها في الأعلى. إذا أردت أن تكون في الأسفل، قم بالنقر على شيفت ثم يسار فأرة الحاسوب وقم بالسحب، لاحظوا، وسيتم وضع الطبقة في الأسفل كما تشاهدون. إذا أعتقد هذا كل ما يتعلق ب بعض طرق تحويل ونقل الطبقات وتحريكها داخل إطار العمل. أتمنى أن يكون هذا الفيديو واضح، وأراكم في فيديو آخر.
Thank you.